السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا دكاترة؟ إن شاء الله النهاردة بنكمل مع بعض الجزء الخاص بالبون ديس أوردرز، وموضوع النهاردة هو الروماتويد أرثرايتس. روماتويد أرثرايتس عبارة عن كرونيك بروجريسيف، يعني بيحصل أوفر لونج تايم، ودي مش معلومة مميزة لأنها قابلتنا وهتقابلنا بعد كده في أذر بون ديس أوردرز. لكن المميز عندي جدا في الروماتويد أرثرايتس إن هو عبارة عن انفلاماتوري ديس أوردر. الانفلاميشن في الروماتويد ارثرايتس از بروميننت، يعني بيكون واضح جدا وظاهر جدا. حتى لما هنتكلم دلوقتي في الباثوفيسيولوجي هيبقى شغلنا الشاغل ان احنا نفسر ليه بيحصل انفلاميشن، وفي التريتمنت برضو هيبقى شغلنا الشاغل ان احنا نقدر تسلو هذا الانفلاميشن او ان احنا ندي انتي انفلاماتوري دراجز. طيب ايه الكريتيريا او الكاركترز اللي هتفرق لي الروماتويد ارثرايتس عن الاذر بون ديس اوردرز؟ اول حاجه ان هو بيبدا بولي ارتيكولر، بيبدا في اكتر من جوينت، على عكس الجاوت وعلى عكس الاوستو ارثرايتس كانوا بيبداوا دايما مونو ارتيكولر. كنا شفنا الجاوت بيبدا في البيك تو، شفنا مثلا الاوستو ارثرايتس بتبدا في الني او الويت بيرنج جوينت، ممكن بعد كده تروح لاذر جوينت لكن بتبدا في الاول مونو ارتيكولر. اوكي، لكن دايما الروماتويد ارثرايتس بيبدا بيكون من البدايه بيكون ايه، بولي ارتيكولر او افكت مور ذان وان جوينت. طيب الميزه الثانيه انه بيكون سيمتريكال، يعني بيحصل في البوث هاندز، في الرايت والليفت هاند، رايت والليفت ني، رايت والليفت فوت، تمام، في البوث سايدز اوف ذا بادي. لكن لما شفنا في الجاوت وفي الاوستو ارثرايتس كانت بتحصل في الليفت ني، يحصل مثلا في البيك تو، يعني بيحصل في ايه، فين، في وان سايد اوف ذا بادي، او بنقول عليه اي سيمتريكال. اوكي، لكن دايما الروماتويد ارثرايتس بيكون عندي سيمتريكال. طيب من ضمن الحاجات المميزه جدا في الروماتويد ان احنا بنشوف سيستميك مانيفيستيشنز. يعني ايه سيستميك مانيفيستيشنز؟ يعني اوت سايد ذا افكتد جوينت. اوكي، ممكن نشوف مانيفيستيشنز في السكن او في الاي او في اللانج او في الهارت زي ما هنشوف دلوقتي. لكن لما كنا بنتكلم في الجوت كنا بنقول بيحصل ديبوزيشن للكريستالز في البيكتو او في النية او مش عارف ايه، تعمل انفلاميشن وريدنس وكذا. اوستيو ارثرايتس بتعمل اوستيوفايت فورميشن، كل الكلام ده فين؟ في الجوينت، ما اتكلمناش على حاجه اوت سايد ذا جوينت. لكن في الروماتويد ارثرايتس هلاقي دايما في عندي سيستميك مانيفيستيشنز اوت سايد ذا افكتد جوينت، يعني في اذر اورجانز بعيده خالص عن الايه، عن الجوينت. وده اللي بيخلي نظريه الاوتو اميون او نظريه انها اوتو اميون ديزيز بتفسر الايه، الموضوع اكتر. طيب نشوف الباثوفيسيولوجي كده. احنا الباثوفيسيولوجي فيه عندنا جمله مهمه جدا هي الخلاصه، احنا هنفسرها او هنشرحها دلوقتي، لكن هنرجع لها في الاول وفي الاخر. هي دي الجمله اللي احنا عايزين نعرفها، ودي جمله اللي مطلوبه مننا. نبقى عارفين ان الباثوفيسيولوجي عباره عن ديس ريجوليشن اوف ذا اميون سيستم في الهيومرال والسيل ميديتد اميونيتي. اوكي، يبقى قولا واحدا كده في جمله واحده الباثوفيسيولوجي بتاع روماتويد ارثرايتس عباره عن ايه؟ عباره عن ديس ريجوليشن اوف ذا اميون سيستم الهيومرال والسيل ميديتد اميونيتي. يعني ايه ديس ريجوليشن؟ ويعني ايه هيومرال والسيل ميديتد اميونيتي؟ ده اللي احنا هنفسره دلوقتي ونشوفه مع بعض. طيب الموضوع بيبدا ازاي؟ الموضوع بيبدا بان في عندي هنا نوع من السيلز بنسميه انتيجين بريزنتنج سيلز، اللي هو بيكون ماكروفاج. ممكن يكون انواع تانية من السيلز، لكن الماكروفاجس من ضمن وظائفها انها بتقوم بوظيفه الانتيجين بريزنتنج سيلز. طيب بتعمل ايه الانتيجين بريزنتنج سيلز دي؟ دي بتعدي على التيشوز، النورمال تيشو بتاعه الجسم. سلام عليكم عدو ولا حبيب، لو لقت التيشو ده هو النورمال بتاع جسم الانسان مش بتاتاكه، مش بتعمل له حاجه. طيب اللي بيحصل في حاله الروماتويد ارثرايتس ان الانتيجين بريزنتنج سيلز دي باي ميستيك ايدنتيفاي النورمال بون كما لو كانت فورين انتيجين. واخد بالك من كلمه كما لو كانت؟ يعني هي اصلا نورمال، بس الديس ريجوليشن هنا ان الانتيجين بريزنتنج سيل بتغلط، الماكروفاج هنا بتغلط، بتشوف البون كما لو كانت ايه، كما لو كانت فورن انتيجين. طب هي وظيفتها ايه كانتيجين بريزنتنج سيل؟ وظيفتها انها بتاخد الانتيجين ده بتعمل له بروسيسنج، وتروح تعمل له ايدنتيفيكيشن للتي سيلز وللبي سيلز اللي هي الاميون سيلز. تروح تقول لهم خدوا بالكم انا في عندي الانتيجين الفلاني ده موجود في الجسم. قد يكون الانتيجين ده بقى بكتيريا، قد يكون فورين بادي، ده الكلام ده في الظروف العاديه. لكن في الروماتويد ارثرايتس بتروح تاخد انتيجين من النورمال بون
من النورمال بون بتاعه جسم الانسان وتقول للاميون سيلز التي سيلز والبي سيلز خدوا بالكم ده انا في عندي فورن انتج. تمام. كان في حد عامل كوميك ظريف قوي على الفانكشن بتاعه الانتيجن بريزنتنج سيلز. ده فعلا بالظبط اللي بيحصل فعلا تيبيكالي بالبلدي كده، ان الانتيجن بريزنتنج سيل اللي بتروح بتفتن على الانتيجن، بتروح تقول خد بالك يا تي سيلز، خدي بالك يا بي سيلز، في عندنا الانتيجن الفلاني او الفورن بادي الفلاني ده موجود عندي في الجسم. تبتدي التي سيلز والبي سيلز يتصرفوا، هما دول بقى اللي هيبتدوا يعملوا الاميون رياكشنز اللي هنتكلم عليه. تمام. طيب يبقى الديس اوردر بيبدا في البدايه هنا عندي بالانتيجن بريزنتنج سيل انها باي ميستيك ايدنتيفاي النورمال بون كما لو كانت فورن انتيجن او فورن انتي بادي، وبتروح تبلغ مين بقى؟ تروح تبلغ التي سيلز والبي سيلز. كل واحده من دول ليها اميون ريسبونس مختلفه. تمام. التي سيلز بتعمل ايه؟ التي سيلز بتطلع حاجه اسمها سايتوكاينز وبرو انفلاماتوري ميديتورز. اوكي. ودي بنسميها سيل ميديتد اميونيتي. اوكي. يبقى التي سيلز بتعمل ايه لما تعرف ان في انتيجين او في فورن انتيجين موجود عندنا في الجسم؟ بتطلع سايتوكاينز وبتطلع برو انفلاماتوري ميديتورز اللي من ضمنها حاجه اسمها تي ان اف الفا، هنتكلم عليها في اخر المحاضره في البيولوجيكال ايجنت. تمام. تروح التي سيلز دي بتطلع انفلاماتوري ميديتورز وسايتوكاينز. طيب البي سيلز بتعمل ايه؟ البي سيلز زي ما حضرتك شايف كده بالظبط بتطلع انتي بوديز، ودي بنسميها هيومرال اميونيتي. اوكي. دي اللي بتعملها البي سيلز. يبقى احنا عندنا الجسم فيه تو اميون رياكشنز او فيه تو اميون ريسبونس، هما دول اللي بيعملهم. بيعمل سيل ميديتد اميونيتي عن طريق التي سيلز ريليز اوف سايتوكاينز اند برو انفلاماتوري ميديتورز، وبيعمل حاجه اسمها هيومرال اميونيتي، ودي بتبقى عن طريق ريليز اوف انتي بوديز، دي هتروح بقى تهاجم الانتيجين ده، ودي بتكون عن طريق الايه؟ البي سيلز. اوكي. طيب البدايه كانت فين؟ البدايه كانت ان حصل عندي ديس ريجوليشن. يعني ايه كلمه ديس ريجوليشن؟ يعني الانتيجين بريزنتنج سيلز او الماكروفاج باي ميستيك ايدنتيفاي النورمال بون كما لو كانت فورن انتيجين. تمام. يبتدي الجسم يهاجم نفسه، يبتدي التي سيلز بتاعه الجسم والبي سيلز بتاعه الجسم تروح تهاجم البون بتاع الجسم نفسه. تمام. ده تفسير الباثوفيسيولوجي هنا عندنا. يبقى الباثوفيسيولوجي بنقول فيه ايه؟ بنقول ان بيحصل ديس ريجوليشن اوف ذا اميون سيستم في الهيومرال والسيل ميديتد اميونيتي. تمام. بيؤدي ارا ريليز اوف انتي بوديز او سايتوكاينز برو انفلاماتوري ميديتورز. اوكي. وبالتالي بيحصل عندي الاند ريزلت ان بيحصل عندي انفلاميشن اللي بنشوفه كلينيكالي عباره عن اديما وورمس وبين. تمام. البيشنت بيجي يشتكي من الحاجات دي، يجي يقول لك ده انا في عندي التشو سويلنج او المفصل منتفخ، وبيحس بورمس او بيحس ان هو هوت. اوكي. المفصل بقى بيحس ان هو فيه سخونه كده بالاضافه لبين. طيب ده بيؤدي بالتبعيه بعد ذلك الى لوس اوف جوينت سبيس، ليميتيشن اوف موشن، ما يقدرش يحرك المفصل بتاعه، بوني فيوجن اند كرونيك ديفورميتي، تشوهات ويتغير في شكل الايه؟ المفصل. تعال نشوف الكلينيكال برزنتيشن. الكلينيكال برزنتيشن زي ما اتفقنا هنقسمه الى مجموعتين اتنين. المجموعه الاولانيه بتحصل في الجوينت او سيمتومز ليها علاقه بالجوينت، الافكتد جوينت بالروماتويد، وفي مجموعه من السيمتومز اوتسايد جوينت او بنسميها اكسترا ارتيكولر. اوكي. طيب المجموعه الاولانيه تعال نشوف الكريتيريا اللي بتحصل فيها كده. اتفقنا ان هو بيكون سيمتريكال، يعني بيحصل في البوث هاند، في البوث نيز، في البوث فوت، بيحصل دايما on both sides of the body. الحاجة التانية ان هو involve the small joint، على عكس مثلا في الجوت كان بيبقى فين؟ في البيك تو او البوداجرا، وكان في الاوستيو ارثرايتس كان في الويت بيرنج جوينتس، وكان في الهاند، هنا دايما بيحصل في السمول جوينتس. تمام؟ طيب الجملة اللي جاية دي بقى حطها لي بين قوسين كده واكتب لي عليها مهمة جدا. دي التيبيكال كومبلين بتاعة الروماتويد بيشنت، سواء بقى في الكيزس، سواء في الكلينيكال، سواء في الرياليتي، ده اللي بيحصل فعلا في الحقيقه. لو في حد فيكم يعرف بيشنت روماتويد لازم يسمع منه الكومبلين دي. ايه هي بقى الكومبلين دي؟ البيشنت بيحس بجوينت ستيفنس، بيحس ان المفاصل بتاعته ناشفه او مش قادر يحرك ايده. تمام. ذات وورس ان ذا مورنينج، دايما اول لما يصحى من النوم الصبح
and last 1 hour before maximum improvement. دايما تسمع الشكوى دي من الروماتويد بيشنت، يقول لك بصحى الصبح بقعد على السرير ساعة قبل ما اقوم اروح اعمل كوباية شاي او اروح اغسل ايديا او اعرف اعمل اي حاجة. تمام؟ دايما البيشنت بيقعد فعلا الفترة دي يبقى صاحي قاعد على السرير مش عارف يعمل اي حاجة، حاسس بألم في ايده مش عارف يفك ايده، يقول لك ايدي مش عارف افكها. تمام؟ بتزيد حتى في الشتاء عند بعض الناس وكده. اوكي؟ فدي دايما التيبيكال كومبلين بتاعت الروماتويد بيشنت، اللي هو بيحس بجوينت ستيفنس وبين. تمام؟ especially at the morning، اول لما يصحى من النوم ويقعد في السرير ساعة لحد ما يقدر يقوم بعد كده يعمل اي اكتيفيتي. تمام؟ دايما برضو الجملة دي بتيجي في الكيزز عشان ده يبقى مفتاح الحل بتاع الكيز اللي يقول لك انها روماتويد، ان الكيزة دي روماتويد ارثرايتس. طيب بيحس بايه تاني البيشنت؟ بيحس بسويلنج زي ما قلنا، لان بيحصل فيه اديما وورمس وكده، فبيحس ان المفصل عنده منتفخ. الانتفاخ ده بيكون سوفت اند سبونجي. تمام؟ دي برضو هنشوفها في الصور دلوقتي لما نيجي نتكلم على الجوينت. طيب ليت مانيفستيشن بقى، دي حاجة بس بتحصل ليت شوية في الاخر. شكل الجوينت عند البيشنت بياخد شكل حاجة اسمها السوان نيك او رقبة البجعة. اوكي؟ وبيحصل حاجة اسمها النر ديفيشن، دي مش هنفهمها غير لما نشوفها على الصورة بقى. اوكي؟ تعالوا نشوف الصورة. دي كده نورمال هاند بتاعت بيشنت سليم عادي خالص ما فيهاش مشكلة. الجزء ده من الهاند بيحصل له انرفيشن بنيرف اسمه الالنر نيرف، وهنا ده الميديال نيرف وده هنا الراديال نيرف. احنا بس يهمنا الجزء ده كده، انا عايزك تعرف ان هو اسمه الايه، الالنر. تمام؟ طيب تعال نشوف ادي بيشنت روماتويد عندي، شايف ايه في عند البيشنت ده؟ شايفين الالنر ديفيشن؟ تمام؟ ادي كده الالنر ديفيشن. تمام؟ شايفين هنا الاعوجاج عنده في المفاصل ده كده، ده هنا ده اللي بيسموه السوان نيك او رقبه البجعه. تمام؟ ممكن نشوف الراجل ده يبقى اوضح شويه. تمام؟ ادي هنا النر ديفيشن اهو، النر ديفيشن. تمام؟ ادي هنا شايف الصوابع بتاعته برضو واخده نفس الشكل بتاع اللي هو الايه، حاجة زي الرقبة كده. تمام؟ طبعا النديولز دي هنتكلم عليها حالا، دي حاجة اكسترا ارتيكولر. طيب دي بالنسبة للايه؟ للارتيكولر مانيفستيشنز اللي بنشوفها عند البيشنت. يهمني ان حضرتك تعرف انها سيمتريكال. اوكي؟ بتحصل في السمول جوينت زي الهاند مثلا. اوكي؟ ويهمني الكومبلين دي عشان دي مفتاح الحل بتاع الكيسز. البيشنت بيحس بجوينت ستيفنس، بيحس ببين. اوكي؟ worse in the morning and last 1 hour before maximum improvement. اوكي؟ السويلنج بيكون soft and spongy. ممكن في الليت complications بنشوف حاجة اسمها السوان نيك وحاجة اسمها ulnar deviation، بيبقى فيه اعوجاج كده في الايد بتاعت البيشن. طيب تعال نشوف بقى الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشنز. اول حاجة عندي، ودي من الحاجات اللي ممكن نشوفها بدري شوية، اللي هي subcutaneous nodules. اوكي؟ لو في بيشنت بقاله مثلا 3 4 سنين روماتويد، ممكن تشوف عنده سبكيوتنس نوديولز دي في الهاند وفي الالبو. تمام؟ ادي هنا السبكيوتنس نوديولز. اوكي؟ عباره عن سويلنج كده. نوديولز دي تيبيكال روماتويد، يعني ما تشوفهاش الا في الروماتويد، مشهوره جدا. طبعا البيشنت ده ممكن يكون ايرلي شويه فمش باينه عنده نوديولز، لكن ممكن تكون بدات تظهر اهي في بعض الاماكن. تمام؟ طيب ايه تاني بنشوفه عند البيشنت؟ بنشوف حاجة مهمة جدا اسمها فاسكولايتس، ودي سيريس كومبليكيشن وليت كومبليكيشن للروماتويد. بنشوف فاسكولايتس، ودي عبارة عن انفيجن اوف بلاد فيسلز باي انفلاماتوري سيلز اراوند ذا نيل بيد. النيل بيد اللي هو عبارة عن ايه؟ لو رسمنا النيل كده، يعني مقطع جانبي كده، اللي فوق ده كده الضافر، ده كده الضفر اللي احنا بنقصه ده كده. تمام؟ الجزء اللي تحت ده، ده اسمه النيل بيد. تمام؟ اللي هو الجزء اللي تحت ده كده، تحتيه بقى. اوكي؟ طيب بيحصل فيه انفلاميشن، وممكن في السيفير ستيج يوصل لاسكيميا زي ما هنشوف دلوقتي في الصورة. دي اسمها فاسكولايتس اوف ذا نيل بيد.
دي من الكومبليكيشنز الخطيرة جدا للروماتويد، بيسموها روماتويد فاسكيولايتس. اوكي، شايف هنا البيشنت حصل عنده تقريبا توتال اسكيميا في الجوينت ده، او مش في الجوينت بقى لان دي اكسترا ارتيكولار مانيفستيشن. اوكي، ناخد بالنا ان احنا بنتكلم دلوقتي في الاكسترا ارتيكولار مانيفستيشن. اول حاجه اتكلمنا عليها هي السبكوتينيوس نوديول، وتاني حاجه عندنا هي الفاسكولايتس اللي بتحصل فين؟ في النيلبت. طيب ممكن نشوف بالموناري كومبليكيشنز في شكل بلورال افيوجن اللي هو ارتشاح في الرئه او اديما، تمام، تجمع للوتر في البلورال كافيتي. ممكن نشوف كاردياك انفولفمنت، بيحصل عندي بريكاردايتس، التهاب في البريكارديوم او الغشاء اللي بيغطي القلب. اوكي، ممكن نشوف حاجه اسمها جورجن سندروم، ودي عباره عن اي دراينس او جفاف في العين. جورجن سندروم حسب نطق دكتوره سحر، جورجن سندروم. انا دورت الصراحه في موضوع النطق ده، لقيت انها بتتنطق بالشين، جورجن سندروم. اوكي، لكن الدكتوره سحر بتنطقها جورجن، فناخد بالنا يعني عشان لو حد دخلها لجنه شفوي ولا حاجه. اوكي، يبقى دي كلها كومبليكيشنز اوت سايد ذا جوينت. هنا شفناها في الهاند، شفنا سبكيوتينس نوديولز، شفناها هنا في النيل بيدز، شفنا فاسكولايتس، هنا شفناها في اللنج بالمونري كومبليكيشنز زي البلورال افيوجن، شفنا بيريكاردايتس في الهارت، وشفنا اي دراينس اللي بنسميها جورجن سندروم او كيراتو كونجنكتيفايتيس سكه. تمام، برضو عشان ممكن يجي لك الاسم ده، كيراتو كونجنكتيفايتيس سكه دي عباره عن اي دراينس. اوكي، بيحصل كليد كومبليكيشن في الناس اللي عندهم روماتويد ارثرايتس. تمام، الكيزه ممكن تجي لك فيها على فكره حاجات ارتكولر وحاجات اكسترا ارتكولر عادي، يعني ممكن يجيب لك الاثنين، ينوع لك في الايه، في السيمتومز في الكيس. طيب هنعمل دايجنوز ازاي؟ قال لك البيشنت يكون عنده اربعه من السبعه دول. مورنينج ستيفنس، شوف هنا رقم واحد المورنينج ستيفنس لانها اشهر سيمتوم للروماتويد ارثرايتس. رقم اثنين سيمتريك، ان الموضوع ده يكون في البوث هاندز. ارثرايتس ات ليست في 3 جوينت، ان هو تنطبق عليها الكرايتيريا اوف بولي ارتكولر، انها تكون بتحصل في مور ذان 1 جوينت، ات ليست 3 جوينت. ارثرايتس اوف هاند جوينت، اشهر سايت بتحصل فيه الروماتويد هو الهاند جوينت. سبكيوتينيوس نوديولز، من الاكسترا ارتكولار مانيفستيشنز اللي بنشوفها ايرلي السبكيوتينيوس نوديولز اللي شفناها دلوقتي. ان البيشنت يكون عنده روماتويد فاكتور بوزيتيف، وعنده اليفيتد اي اس ار، وعنده انتي نيوكلير انتي بودي بوزيتيف. ممكن تيجي لك بالاختصارات اي ان اي بوزيتيف، انتي نيوكلير انتي بودي بوزيتيف، وعنده اليفيتد اي اس ار ريسوسايتس ديمتنتيشن ريت، وعنده بوزيتيف روماتويد فاكتور. بس خد بالك بقى، الثلاث حاجات دول ما يقولوش ان البيشنت روماتويد. يعني ممكن البيشنت يكون عنده الثلاث حاجات دول بوزيتيف والاي اس ار عاليه وبوزيتيف روماتويد فاكتور، بوزيتيف اي ان اي وهاي اي اس ار، ومع ذلك ما يكونش روماتويد. تمام، ما هماش سبيسيفيك. طيب هنشوف دلوقتي مين التيست اللي هنقول عليه الموست سبيسيفيك تيست فور روماتويد ارثرايتس. طيب غير كده بنشوف راديولوجيكال فايندنج، بنشوف راديولوجيكال فايندنج مقصود بيها في الاكس راي، لما نعمل اكس راي على الافكتد جوينت بنشوف شفت سوفت تيشو سويلنج، وبنشوف اوستيوبوروزس نير ذا جوينت. تمام، دي حاجات اسمها راديولوجيكال فايندنج بنشوفها في الاكس راي. تعال نشوف بقى الموست اكوريت تيست. الموست اكوريت تيست تو دايجنوز روماتويد ارثرايتس از انتي سي سي بي انتي بودي. اوكي، البيشنت اللي عنده انتي سي سي بي انتي بودي بوزيتيف، هذا البيشنت عنده روماتويد ارثرايتس. ايه بقى قصه الانتي سي سي بي ده؟ تعالوا نفهمها مع بعض. قال لك ايه بقى؟ قال لك احنا عندنا البروتين في جسم الانسان في في المنطقه بتاعت الساينوفيوم. اوكي، بيكون عليه حاجه اسمها ارجينين ريزيديو، ارجينين، امينو اسيد ارجينين. اوكي، دي نورمال ما فيهاش مشكلة. اوكي، المشكلة بتحصل امتى؟ المشكلة ان بتحصل في حالات الروماتويد ارثرايتس بطريقة ما، دي برضو لسه انون ميكانيزم، بيتحول هذا الارجينين سواء عن طريق انزيمز او عن طريق سيلز او واتيفر
بيتحول هذا الأرجينين إلى سترولين، إلى أمينو أسيد اسمه سترولين. أوكي؟ طيب الإميون سيلز بتاعتنا وهي ماشية كده لقت أرجينين، سلام عليكم، عدو ولا حبيب؟ حبيب، خلاص مفيش مشكلة. لكن لو الإميون سيلز بتاعتنا وهي معدية كده بتعمل تشيك لقت سترولين، على طول ايدنتيفاي هذا السترولين على ان هو ايه؟ ان هو فورن، تمام؟ وبتكون ضد هذا السترولين حاجه اسمها انتي بادي، بنسميها انتي سايكليك سترونيتد انتي بادي، تمام؟ يبقى الانتي سي سي بي انتي بادي هو عباره عن انتي سايكليك سترونيتد انتي بادي او انتي سايكليك سترونيتد بروتين بتكونه الاميون سيلز لما تشوف عندي سترولين بدلا من الارجينين. هما الارجينين والسترولين هما الاثنين امينو اسيدز ستراكشر ريليتد لبعض، يا دوب يعني فرق بسيط جدا. الفرق البسيط ده بيحصل مع الايه؟ مع الروماتويد ارثرايتس. بالمناسبه السترولين امينو اسيد ده امينو اسيد ناتشرالي اوكيرنج، موجود في بعض الفواكه خاصه البطيخ، موجود بنسبه كبيره جدا في البطيخ. والسترولين على فكره من الامينو اسيدز المفيده، يعني ليه فايده ان هو بيعمل زي فاز دايلاتيشن وبيزود يعني بيزود البلاد فلو كده للاورجانز. دايما بينصحوا الناس قبل ما تروح جيم او قبل ما يروح يلعب رياضه ان هو ممكن، في ناس بتاخد سبلمنت من الارجينين او من السترولين ده عشان بيعمل فاز دايلاتيشن وبيزود البلاد سبلاي وبيزود البلاد فلو للماسلز وكده. اوكي، فالسترولين ده ناتشرال اوكيرنج، موجود فعلا في الحاجات، بس هو مش موجود في جسم الانسان، يعني مش موجود في جسم الانسان بطبيعه الحال سترولين. اوكي، فلما الانتي لما الاميون سيلز عندنا بتشوف سترولين مكان الارجينين، اوكي، بتكون ضده انتي بوديز وتعمل ايه؟ وتعمل الانتي سي سي بي انتي بودي. ده بيحصل امتى؟ ده بيحصل في حالات الروماتويد. وهذا الانتي بودي 99% سبيسيفيك لمين؟ للروماتويد ارثرايتس. يعني لو بيشنت لقيت عنده انتي سي سي بي بوزيتيف تقدر تقول الراجل ده كده تقريبا اولموست عنده روماتويد ارثرايتس، تمام؟ طيب نون فارماكولوجيكال تريتمنت ويت ريدكشن، البيشنت الاوبيس هننصحهم دايما ان هم يقللوا الوزن بتاعهم. فيزيكال ثيرابي، علاج طبيعي، فيزيوثيرابي ممكن برضه يبقى فيه جلسات علاج طبيعي وكده. سيرجري لكن قال لك نوت هيلبفول لان في عندي بولي ارتكولار انفولفمنت، يعني في عندي اكتر من جوينت افكتد، تمام؟ فما بتبقاش غالبا السيرجري هيلبفول. تعال نشوف الفارماكولوجيكال تريتمنت هنعالج الروماتويد ازاي. في عندي أربعة كلاسز من الدراجز ممكن نستخدمها: نونستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراجز، ديمارد ديزيز موديفاينج أنتي روماتيك إيجنت هنتكلم عليهم، جلوكوكورتيكويدز، وحاجة اسمها البيولوجيكال إيجنت. طيب نونستيرويدال أنتي إنفلاماتوري قال لك ذي أول آر إيكوالي إفكتيف، كلهم إيكوال إفكاسي لبعض، مفيش حد أحسن من التاني في الإفكاسي، كلهم بيقللوا البروستاجلاندين سنسز. لما بنستخدمهم ات ايكوي بوتنت دوزز كلهم ليهم نفس الافكاسي، تمام؟ طيب قال لك وي شود افويد ان احنا نستخدم اكتر من اثنين نونستيرويدال انتي انفلاماتوري مع بعض، لان ده ممكن يزود الريسك اوف اي اوف سايد افكت زي الجي اي تي بليدنج او الجي اي تي كومبليكيشنز. طيب تاني مجموعه عندنا بقى، والمجموعه المميزه جدا جدا في علاج الروماتويد ارثرايتس، مجموعه مهمه جدا جدا، هي مجموعة اللي بنسميها الديمارد أو ديزيز موديفاينج أنتي روماتيك دروكس. طيب المجموعة دي عايزين نعرف عليها معلومتين اتنين في الأول قبل ما نتكلم على التفاصيل. أول حاجة إن هما بيقللوا الجوينت دامج وبريزيرف الجوينت فانكشن، والرول بتاعهم جاست تو موديفاي الكورس أوف ديزيز. بمعنى إيه؟ بمعنى إن هما مش بيعالجوا، يعني البيشنت اللي عنده روماتويد ارثرايتس لو هيحصل له بروجريشن والحاله بتاعته تتدهور مثلا في خلال سنتين ثلاثه، لما بياخد الديمارد هيوصل لنفس النتيجه برضه، بس ممكن بعد 10 سنين ولا حاجه. يعني هي جاست موديفاي الكورس اوف ديزيز، سلو البروجريشن اوف ديزيز، بتخلي تمنع التدهور بتاع الحاله بسرعه، لكن هي مش بتعالج الروماتويد 100%، تمام؟ يبقى دي اول حاجه لازم نعرفها على الديمارد، ان هم جاست سلو ذا بروجريشن اوف ذا ديزيز. طيب الحاجة التانية ان هم فيهم عيب خطير جدا، ان هم are slow acting. طيب slow acting قد ايه؟ اسبوع ولا شهر ولا قد ايه؟ قال لك ليهم delayed onset
من شهر لست شهور. طيب يعني هل حد يلبس شنطة الدواء بتاعه واقول له يا حاج مش هتحس بتحسن غير بعد 3 4 شهور؟ فطبعا دي بتبقى يعني ديس ادفانتج صعبه جدا في الدمارد، ان هم ليهم سلو اونست اوف اكشن او ديليد اونست، بيشتغلوا بعد فتره طويله من شهر لست شهور. طيب لحسن الحظ اول واحد عندنا في الدمارد اللي هو الميسوتريكسيت، ده دايما بيكون الفيرست تشويس، يعني الدكتور لو حابب يبدا مع البيشنت بتاعي يبدا بالدمارد، فاول تشويس دايما يقول لك طب هنبدا بالميسوتريكسيت. اوكي طيب اشمعنى ميسوتريكسيت؟ قال لك لان ده اسرع واحد فيهم، احسن الوحشين. اوكي ليه رابيد اونست اوف اكشن من 2 ل 3 ويكس. تمام يبقى يتميز الميسوتريكسيت كدمارد بان هو سام هاو ليه ريلاتيف رابيد اونست اوف اكشن. طيب الميكانيزم بتاعته ايه؟ قال لك انهبيت سايتوكاينز برودكشن، احنا قلنا فوق ان التي سيلز كانت بتعمل ايه؟ سايتوكاينز برودكشن، انهبيت البيورين بايوسنسز، وستيميوليت الادينوزين ريليز. في يعني في حديثا في بعض الاستادز بتقول ان الادينوزين ده ميديتور في الانفلاميشن وليه رول كانتي انفلاماتوري، فالميستوريكسيت قال لك ستيميوليت الادينوزين ايه ريليز. طيب السايد افكت بتاعت الميستوريكسيت طبعا بتبقى مينلي على الجي اي تي، بنشوف جي اي تي توكسيستي وستوماتايتس وميوكوسايتس، بنشوف نوزيا وفوميتنج ودايريا. تمام بنشوف هيماتولوجيكال سايد افكت، بيعمل ميجالوبلاستيك انيميا طبعا لان هو بيقلل الفوليك اسيد، الميكانيزم بتاعته عباره عن بلوكيت اوف داي هيدروفوليت ريدكتيز انزيم، ليه هيباتيك وبالمونري سايد افكت. اوكي وبيعمل فوليك اسيد ديفيشنسي. تمام وهنشوف في الكيزز كمان شويه ان احنا ممكن نعالج الفوليك اسيد ديفيشنسي دي بان احنا ندي فوليك اسيد ايه سبلمنتيشن. تمام يبقى اول تشويس عندي في الدمارد هو الميسوتريكسيت لان هو ليه ريلاتيف رابيد ميكانيزم اوف اكشن، اسرع من بقيه الدمارد. ميكانيزم اوف اكشن بتاعته عرفناها، انهبشن للسيتوكاينز والبيورينز وستيميوليت الادينوزين. السايد افكت برضو نعرفها على الجي اي تي وهيماتولوجيكال سايد افكت، هيباتيك وبالمونري وفوليك اسيد ديفيشنسي ممكن نعالجها بايه؟ بفوليك اسيد سبلمنتيشن. طيب تاني حاجه عندي هي الجولد بريبريشنز، والجولد بريبريشنز في عندي منها حاجة انتراماسكولار وفي منها حاجة اورال. اوكي طيب الانتراماسكولار عندي بتعمل حاجة اسمها بوست انجكشن ديزيز فيلير في الفيرست 2 دايز. البيشنت اللي عنده روماتويد الديزيز عنده بياخد شكل حاجة اسمها ايه بنقول عليها الديزيز فيليرز، او بيبقى فيه فترات من التحسن وفترات من التدهور كده، يعني فتره بيبقى كويس وفتره بيبقى وحش. تمام فاول لما بياخد الانتراماسكولار انجكشن بتاعه الجولد في اول يومين اتنين بيحصل عنده حاجه اسمها بوست انجكشن ديزيز فيلير، يعني الاعراض بتزيد عليه لمده يومين. تمام دي اسمها بوست انجكشن ديزيز فيلير، فيلير يعني حاجه زي بيك كده او زي ايه كده ايه زياده في الاعراض. تمام طيب السايد افكت بتاعه الجولد بتبقى على الجي اي تي ورينال سايد افكت وديرماتولوجيك وهيماتولوجيكال سايد افكت. طيب نيجي بعد كده بقى الهيدروكسيكلوروكين، ده مهم جدا، اكتب لي عليه مهم. دكتوره سحر بتحبه دايما بتسال في الهيدروكسيكلوروكين. يتميز بانه هو سيف ورخيص، الكوست بتاعته قليله، لكن بيعمل لي حاجه اسمها ريتينال توكسيستي، عشان كده دايما البيشنت اللي بياخد هيدروكسيكلوروكين لازم يعمل ريجولار اوفثالمولوجيك اسسمنت، دايما يروح لدكتور العيون بصفه مستمره، كل مثلا شهرين ثلاثة لازم يعمل ايه اوفثالمولوجيكال اسسمنت. تمام طيب رابع واحد عندي في الدمارد هو السلفاسالازين، والسلفاسالازين ده برو دراج بيحصل له ديجراديشن ل 5 امينو ساليسيليك اسيد وسلفا بيريدين. ال 5 امينو ساليسيليك اسيد ده هو الاكتيف بارت اللي بنعالج بيه الالسريتيف كولايتس والكرونز ديزيز، تمام اللي بنعالج بيه الانفلاماتوري باول ديزيز. تمام لكن السلفا بيريدين هنا هو الاكتف بارت اللي مسؤول عن الانتي روماتيك افكت. اوكي طيب السايد افكت عندي برضو بتكون على الجي اي تي وهيماتولوجيكال وديرماتولوجيكال سايد افكت وهيباتيك سايد افكت. طيب ازاي نعمل مينيمايزيشن للسايد افكت بتاعت السلفا سلازين؟ قال لك ممكن ناخده بعد الاكل، ناخده افتر ميلز، او ممكن ناخد منه جرعه قليله في البدايه ستارت وذ لو دوز، بالطريقه دي ممكن نقلل السايد افكت شويه. طيب عندي بعد كده من ضمن الدمارد الازاثيوبرين،
ده اميونو سبريسف دراج، علشان كده ده بيكون اللاست تشويس بتاعي. تمام، يعني ده اخر حاجة بختاره، يعني لو ما نفعش معايا بقية الدمارتس ممكن ألجأ للازاثيوبرين، مش ببدأ بيه. احنا قلنا دايما البداية بتكون بالميثوتريكسيت، لكن اللاست تشويس هو الازاثيوبرين، بنستخدمه للبيشنت اللي unresponsive to other دمارتس. طيب بيعمل ايه او السايد افكت بتاعته؟ بون مارو سبريشن وهيباتو توكسيستي. في عندي حاجه اسمها ليفلوناميد. ليفلوناميد ده بيعمل انهبشن للبايريميدين سنسز، لكن عيبه ان هو تراتوجينيك دروج. اوكي، ده في مصر اللي هو اسمه الافارا بتاع شركه سانوفي افنتس. تمام، اسمه ليفلوناميد، بيعمل انهبشن للبايريميدين سنسز، لكن السايد افكت بتاعه ان هو تراتوجينيك دروج. طيب تالت اوبشن عندي لعلاج الروماتويد هي استخدام الجلوكوكورتيكويدز، ودي بنستخدمها بطريقتين اتنين. يا اما بنستخدمها بريدجنج ثيرابي، ودي اشهر طريقه لاستخدام الجلوكوكورتيكويدز. يعني ايه بريدجنج ثيرابي؟ قال لك والله انت عندك المشكله دلوقتي بتاعه الدمارد ان هم ايه، ان هم سلو اكتنج. طب ما انا ابدا بحاجه كورتيكوستيرويد، جلوكوكورتيكويدز لو اورال دوز مع الدمارد. تمام، اللو اورال دوز بتاعت الكورتيكوستيرويدز هتديني افكت كويس، هتعمل ريليف للبيشنت وللانفلاميشن رابيد ريسبونس، على بال ما يكون مين اشتغل، على بال ما يكون الدمارد اللي انا اديته اشتغل. لو انا بادئ مثلا بجولد بريباريشن، لو انا بادئ بميثوتريكسيت، او بادئ باي حاجه تانية، على بال ما تبدا تشتغل يكون الايه الجلوكوكورتيكويدز عملت كفرج للفتره في البدايه. تمام، دي بنسميه بريدجنج ثيرابي، بريدج يعني كوبري. اوكي، بنستخدم لو اورال دوز من الجلوكوكورتيكويدز بلس الدمارد، على بال ما الدمارد يبدا يدي الشغل بتاعه. تمام، وبعد كده بعمل تابرنج او بوقف الايه الكورتيكوستيرويد بتاعي. طيب الطريقه الثانيه هي كونتينوس بقى، هي دي مش بريدجنج ولا حاجه، لا دي كونتينوس. ببدا بالكورتيكوستيرويدز وبكمل عليها، ودي بنستخدمها لما يكون الديزيز عندي difficult to control، يعني non responsive للنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، not responsive للدمارد، ممكن امشي البيشنت continuously على كورتيكوستيرويدز. الدوزج فورم بتاعه الكورتيكوستيرويدز هنا مهمه تاخد بالك منها. اما ان انا بستخدم هاي اورال او انترافينوس دوز، ده لما يكون في عندي ديزيز فلير. كلمه ديزيز فلير لسه قايلينها من شويه مع الجولد، معناها ان يكون في عندي increase في السيمتومز. تمام، لو في عندي انكريس في السيمتومز او البيشنت الحاله بتبقى واخده بيك كده، بنسميها ديزيز فلير. تو سبريس ديزيز فلير ممكن نستخدم هاي اورال او انترافينوس جلوكوكورتيكويدز. طيب الانترا ماسكولار ديبوت فورم دي بتديني لونج اكتنج، دي بنستخدمها البيشنت اللي عندهم كومبلاينس بروبلمز، الناس اللي ما بيحبش ياخد الاورال دوز، مش بيلتزم باخد الدواء. اوكي، كومبلاينس بروبلمز يعني ادهيرنس بروبلمز، ما بيلتزمش بان هو بياخد الدواء في ميعاده وكده. تمام، الناس دي ممكن نديلها، نقول نريح نفسنا وخلاص، وندي لهم حاجه انترا ماسكولار ديبوت فور. طيب برضو من ضمن الانديكيشنز ممكن نديها انترا ارتكولار، ودي بنستخدم ده لما يكون في عندي فيو جوينت افكتد، عندي 2 3 جوينت مش اكتر من كده. لكن طبعا لما يكون الموضوع بولي ارتكولار وافكت مور ذان 1 جوينت وفي البوث سايدز وكده، بيبقى صعب ان انا استخدم الانترا ارتكولار ستيرويدز. والريكومنديشن دائما مع الانترا ارتكولار ستيرويدز ان هم مش اكتر من مرتين او ثلاث مرات كل ايه كل سنه في نفس الجوينت طبعا. طيب في عندي احدث حاجه بقى في التريتمنت اللي هي البيولوجيكال ايجنت، دي عباره عن جينيتيكالي انجينيرد بروتينز ذات بلوك برو انفلاماتوري سايتوكاينز. فاكرين السايتوكاينز اللي كانت بتطلعها التي سيلز في السيل ميديتد اميونيتي، لما اتكلمنا في الاول خالص على الديسريجوليشن واحنا بنتكلم على الباثوفيسيولوجي، كانت التي سيلز بتطلع حاجه اسمها البرو انفلاماتوري سايتوكاينز، وقلنا من ضمنهم التي ان اف الفا، تيومر نكروزس فاكتور الفا. بيولوجيكال ايجنت عندي بتعمل بلوكيد لهذا التي ان اف الفا وبلوك البرو انفلاماتوري سايتوكاينز. تمام، عندي مثالين اتنين، حاجه اسمها الانفليكسيماب وحاجه اسمها الايتانرسبت. يتميزوا بالاتي، يتميزوا بان هما مالهمش توكسيستي، التوكسيستي بتاعتهم فيري مايلد، على عكس بقى الهيدروكسيكلوروكين بيعمل ريتينوباسي، ميستريكسيد بيعمل هيماتولوجيكال وهيباتيك ومش عارف ايه. شفنا الجدول بتاع الدمارد كلهم، تمام، هتلاقي الدمارد الجدول كله سايد افكت.
هنا بالنسبه للبيولوجيكال ايجنت قال لك ليهم مينيمال سايد افكت، السايد افكت بتاعتهم قليله جدا جدا جدا، مش بيحتاجوا لاب مونيتورنج، مش بيحتاجوا ان انا اروح للاوفثالمولوجيست كل فتره، مش بيحتاجوا ان انا اعمل سي بي سي ولا اعمل ليفر فانكشنز وهكذا. تمام. طيب كذلك بيعملوا او ليهم لو ريسك اوف انفكشن. دايما ايه بقى الموضوع لو ريسك اوف انفكشن ده؟ اي بيشنت بياخد مونوكلونال انتي بودي دايما المونوكلونال انتي بودي بيزود الريسك اوف انفكشن، دي حاجه سايد افكت يونيفرسال. اي حاجه مونوكلونال انتي بودي بيقلل الاميونيتي شويه ويبقى في عندي ريسك اوف انفكشن. فقال لك هنا البيولوجيكال ايجنت الايتن ريسبت والانفليكسيماب ليهم لو ريسك اوف انفكشن، فدي برضو ميزه ثانيه. عيبهم الوحيد ان هم اكسبنسيف. تمام، فيري اكسبنسيف، الاف الجنيهات. تمام، معرفش 4000 او 5000 جنيه الحقنه، غاليين جدا الانفليكسي ماب والايثن ريسبت. الانفليكسي ماب من اسمه كده بيتاخد باي انتروفينوس انفيوجن. تمام، الايثن ريسبت بيتاخد بحاجه زي الالم بتاع الانسولين كده، سبكيتونس بن، زي الم الانسولين بالظبط. تمام، حقن في السوق اسمها امبرل، والانفليكسي ماب ده اسمه ريميكيد. اوكي، طيب ميزه البيولوجيكال ايجنت دي زي ما اتفقنا ان هم التوكسيستي بتاعتهم قليله، مش بيحتاجوا لاب مونيتورنج او مش محتاجوا ان انا اتابع على طول السايد افكت، لو ريسك اوف انفكشن ولكنهم اكسبنسيف. تمام، طيب بكده نكون خلصنا موضوع الروماتويد. عرفنا البيكتشر عندنا بتكون سيمتريكال، بتكون بولي ارتكولار، بيكون في عندي سيستميك مانيفيستيشنز. تمام، ممكن يكون في عندي سبكيتونس نديولز، ممكن يكون في فاسكيولايتس، ممكن يكون في بلورال افيوجن او بروبلمز في الهارت وهكذا. عرفنا بنعالجه ازاي، نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، اهم مجموعه عندي هي الدمارد لكنهم سلو اكتنج، الفيرست لاين عندي هو الميثوتريكسيت في الدمارد. اوكي، وعرفنا ميكانيزمه وعرفنا السايد افكت بتاعته، الهيدروكسكلوروكين عرفنا ان هو بيأثر على الريتينال، بيعمل ريتينال توكسيستي. اتكلمنا برضو على بقيه الدمارد، السلفاسالازين والازاسايوبرين. الجلوكوكورتيكويدز عندي اما بستخدمهم كونتينوس او بريدجنج. تمام، البريدجنج ثيرابي بالجلوكوكورتيكويدز مع الدمارد ده اشهر حاجه على فكره في الايه، في علاج الروماتويد. ببدا بجلوكوكورتيكويد مع الدمارد على بال ما الدمارد يدي الايه الافكت بتاعه. بيولوجيكال ايجنت الانفليكسيماب والايثن ريسبت دول نوفل ايجنت او نيو ايجنت، بيشتغلوا على تي ان اف الفا او السيتوكاينز، البرو انفلاماتوري سيتوكاينز. عرفنا مميزاتهم وعيبهم الوحيد ان هم ايه، اكسبنسيف. طيب هنعمل دلوقتي مقارنه سريعه كده ما بين الثلاث انواع من الارثرايتس اللي احنا خدناهم في الجزئيه اللي فاتت. الكلامنا بعد كده في البوندس اوردرز مش هيكون على ارثرايتس، نتكلم بقى اوستيوبروزس اوستيوماليشيا، هنتكلم على البون ذات نفسه، ديس اوردر في البون. لكن الجزئيه اللي فاتت دي كنا بنتكلم او كان في عندنا جوينت ديس اوردر اللي بنسميها ارثرايتس. تمام، طيب ايه الفروقات بقى ما بين الجاوتي ارثرايتس والاوستيو ارثرايتس والروماتويد ارثرايتس في شكل مقارنه سريعه كده؟ البين عندي في الجاوتي ارثرايتس كان بيزيد ات نايت علشان بيحصل ريابزوربشن للووتر. تمام، وبالتالي بيحصل سوبر ساتوريشن او تركيز الكريستالز دي بيزيد، فبيزيد الانفلاميشن. البيشنت في الاوستيو ارثرايتس بيزيد ويز اكتيفيتي وريليف ذا باي ريست، ده الكلام ده في الايرلي، لكن في الليت ستيج كان بيحصل ايفن ات ريست. تمام، الروماتويد ارثرايتس البين بيكون سبيشالي ات ذا مورنينج، عكس مين؟ عكس الجوتي. اوكي، بيكون ات ذا مورنينج وبيعدي لازم 1 اور بيفور ماكسيمم امبروفمنت. الانفلاميشن في عندي انفلاميشن في الجوتي ارثرايتس لكن الانفلاميشن مينيمال او نوت بريزنت في الاوستيو ارثرايتس، والانفلاميشن واضح جدا وظاهر جدا فين؟ في الروماتويد ارثرايتس. طيب الجوينت افكتد في الجوتي بيكون مونو ارتكولر، قلنا في عندنا بيبدا في البوداجرا اللي هي البيك تو. الجوينت افكتد في الاوستيو ارثرايتس هم الويت بيرنج جوينت زي الني وزي السباين والهاند. تمام، في الروماتويد ارثرايتس بيكون بولي او سيمتريكال، هنا كانه بيكون اسيمتريكال في الجوتي وفي الاوستيو ارثرايتس، لكن هنا بيكون بولي ارتكولر وسيمتريكال وبيحصل في السمول جوينت زي الهاند جوينتس. تمام، اللابوراتوري انفستيجيشنز هنا اكتر حاجه مميزه عندي في الجوتي ان انا بشوف هاي سيراميوريك اسيد بلس اليفيتد اي اس ار واليفيتد وايت بلاد سيلز،
ولو شاكين في الدايجنوزس ممكن نعمل جوينت اسبيريشن. بنعتمد في الدايجنوز بتاع الاوستيو ارثرايتس على الاكس راي، بنشوف كارتليج دامج ونشوف اوستيوفايت فورميشن. اوكي، بنعتمد في الدايجنوزس بتاع الروماتويد ارثرايتس على الانتي سي سي بي انتي بودي، ده اكتر حاجه سبيسيفيك للروماتويد ارثرايتس. اوكي، بقيه الحاجات دي يعني ممكن ميبي بوزيتيف اور نوت، اللي هي الروماتويد فاكتور والانتي نيوكلير انتي بودي والاليفيتد اي اس ار. التريتمنت عندي في الجاوت كنا بنعالج بحاجه نعالج بيها البين والانفلاميشن زي النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري والكولشيسين والستيرويدز، وبندي حاجه بعد كده عشان اقلل السيروم يوريك اسيد ليفل زي الزانسين اوكسيدز انهبيتور، الالوبيرينول في البوكس ستيت او يوريكوزيوريك ايجنت. تمام، الفيرست تشويس عندي في الاوستو ارثرايتس هو الاسيتامينوفين. لو ما نفعش ممكن نستخدم نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، ممكن نستخدم حاجه توبيكال زي الكابسياسين، اللي هو الكابسياسين كريم اللي قلنا بيقلل السبستانس دي وممكن يقلل الدوز بتاعه الاذر ايجنت. بنستخدم حاجه تعمل ريجنريشن للكارتليج زي الجلوكوزامين او الكوندريوتين. تمام، ممكن ندي انتر ارتيكولار انجكشن من الهيالورونيك اسيد بتعمل ريكونستيتيوشن اوف سينوفيال فلويد او كورتيكوستيرويد انترا ارتيكولار. تمام، تريتمنت بتاع الروماتويد ارثرايتس نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. اوكي، ممكن نستخدم طبعا الدمارتس على راسهم الميثوتريكسيت والهيدروكسي كلوروكين والجولد بريباريشنز والسلفاسلازين والازاثيوبرين هو اخر تشويس عندي. الستيرويدز بنستخدمها بريدجنج او كونتينوس، ممكن تكون انتر ارتيكولار، ممكن تكون انترا ماسكولار ديبوت فورم للناس اللي عندهم نون كومبلاينس. اوكي، بنستخدم الانتي تي ان اف ايجنت اللي هم الايتانرسبت والانفليكسيماب اللي سميناهم بيولوجيكال ايجنت. تمام، دي مقارنه سريعه ما بين الثلاث مواضيع اللي احنا خدناها. تعال نحل الكيس بتاعت العملية على الروماتويد ارثرايتس. هنا عندي 62 years old female، واحدة ست عندها 62 سنة، جاية بتشتكي من عندها بين وستيفنس في الهاند والفوت. كل الكلام ده نونس بسيفك تل ناو، لسه ما احنا ما عرفناش فيه ايه. المهم she says that it is often more noticeable in the morning. دي طبعا الكلمة اللي وضحت لي الكيس ان البين عندها بيزيد at the morning. تمام، ولازم تقعد 4 ساعات. اوكي، هير فيت ان بارتيكولر وير كوايت ستيف اند بينفول، 4 ساعات رجلها بتبقى ستيف وبتحس ببين. طيب بيقول لي هنا ايه السيمتومز اللي خلتك تشك ان انت البيشنت دي عندها روماتويد ارثرايتس، ايه السيمتومز اللي خلتنا سسبكت انها عندها روماتويد ارثرايتس. قال لك انها عندها بينفول اند ستيفنس في الهير هاند والفيت، مور نوتسبل ان ذا مورنينج. دي اللي وضحت لي الكيزه دي. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي احنا المفروض نعملها؟ اللي نعمل الاي اس ار سي رياكتيف بروتين روماتويد فاكتور، ونعمل الانتي سي سي بي انتي بودي، ممكن نعمل اليوريك اسيد تو اكسكلود الايه الجاوت. تمام، طيب ايه الدراجز اللي احنا ممكن نستخدمها؟ قال لك ممكن نستخدم نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، ممكن نستخدم كورتيكوستيرويد مع دمارد اللي هو البريدجنج ثيرابي اللي احنا قلنا عليه. نبدا بلو اورال دوز من البريدنوزون كورتيكوستيرويد بلس حاجه من الدمارد لحد ما الدمارد يبدا الايه التاثير بتاعه. الجايد لاينز هنا بتقول لي استخدم ايه، استخدم اي حاجه من الدمارد زي الميثوتريكسيت زي هيدروكسيكلوروكين وهكذا. طيب البيشنت اللي بعد كده ده عنده 64 سنه، ده دايجنوز روماتويد ارثرايتس، هو الراجل جاي لي بالدايجنوزس اوريدي. تمام، بيستخدم ميثوتريكسيت وسلفاسلازين. اوكي، وكانوا عاملين كنترول للايه للديزيز بتاعه. لا ده واحده فيميل. شي ريسيف مانتنانس ميثوتريكسيت بيريوديكالي، شي هاز فليرز اوف ذا ديزيز، من حين لاخر بيحصل فلير اوف ذا ديزيز، يبتدي يحصل السيمتومز بتزيد عليها والاعراض بتزيد عليها. طيب كانت بتعمل مانجمنت للفليرز دي باي اديدنج بريدنوزولون، بتاخد بريدنوزولون اللي هو كورتيكوستيرويد ونون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، وممكن تزود الدوز بتاعت الميثوتريكسيت اند اور اديدنج اذر ديمارد. طيب وات از ذا رول اوف ديمارد؟ هنا طبعا سؤال طويل شويه، بيبتدي يقول لك كل واحد من الديمارد ويقول لك الايه الرول بتاعه ايه. تمام، طبعا الميثوتريكسيت والهيدروكسيكلوروكين كل الكلام ده احنا اتكلمنا عليه في الميكانيزمات. السايد افكت بتاعت الديمارد ايه؟ لو هتستخدم مثلا حاجه زي الميثوتريكسيت بتعمل مايلو سبريشن، بتعمل هيباتيك سيروزس، بتعمل بالمونري مانيفستيشنز، بتعمل استوماتايتس، طبعا دي جي اي توكسيستي
مشهوره جدا بتاعه الميستريكسيد، سايد افكت بتاعه الكورتيكوستيرويدز، ويت جين وكوشنج سندروم طبعا، اللي هي ديفلوبمنت اوف بافلو هامب والمون فيس اللي هو فات ديبوزيشن اراوند ذا فيس، كذلك بيزود البلاد بريشر وبيزود البلاد شوجر وبيعمل لي كاتاركت واوستيوبروزس، دي كلها سايد افكت اوف كورتيكوستيرويدز. طيب ازاي نقلل السايد افكت بتاعه الميستريكسيت؟ قال لك هنقلل نستخدم فوليك اسيد سبلمنتيشن، وممكن ندي شورت تيرم تريتمنت بالكورتيكوستيرويدز بدل ما ندي لونج تيرم تريتمنت هي اللي ممكن تديني السايد افكت. تمام، واضح هنا ان البيشنت بيستخدم ميستريكسيت مع ايه؟ مع بريدنوزولون. ميستريكسيت عندي هنا هو الدمارد، والبريدنوزولون هو الايه؟ الكورتيكوستيرويد، بنعمل بيه بريدجنج لحد ما الدمارد يبدا يشتغل. تمام، بكده نكون خلصنا موضوع الروماتويد ارثرايتس. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.